مع حضراتكم لموضوع مهم، وطبعا قرأنا عدة تصريحات الأيام دي عن الحوار الوطني، ويمكن السيد الرئيس مع توليه للولاية الثالثة بعد الانتخابات كان أشار إلى أنه هيكون هناك حيوية أكبر في الحوار الوطني في الفترة القادمة، وما زال الحقيقة كتير من المصريين بيعولوا عليه أمال كبيرة وعريضة، خاصة أنه إحنا ما زالت التحديات قائمة بل بتزداد الحقيقة هذه الأيام، وإحنا شايفين ما يحدث في الإقليم، وبتزداد التحديات كمان في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط، وطبعا غير نقاط الصراع الملتهبة في الحزام الناري المحيط بمصر أو ما بات يعرف بالحزام الناري. عشان كان ناس كتير بتعول على الحوار الوطني في الأيام القادمة، ويمكن احنا معانا طبعا الاستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس امناء الحوار الوطني والبرلماني والكاتب الصحفي الكبير. بنرحب بحضرتك معانا يا فندم، منور. مساء الخير يا استاذ حسام، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب الاول، وحشنا يا فندم. وانت طيب يا استاذ حسام وكل المصريين العرب وبافضل حال يا رب. يا رب دائما. طبعا يعني شايفين تصريحات كتيره الايام دي عن قرب بدايه جلسات الحوار الوطني مره اخرى، هل في وقت معين تم اتخاذه اولا ولا لسه احنا على وشك؟ يعني نحن على وشك، لكن في اكثر من اشاره مهمه اوضحها واكثرها قوه، هو لما السيد الرئيس تم اعلان فوزه بالانتخابات وفي الكلمه التي تقدم بها بالشكر للمصريين بعد في يوم اعلان النتيجه اللي هو الاثنين قبل الماضي، قال بوضوح في هذه الكلمة الحوار الوطني يعني أثبت أهميته وأنه سيعود بفاعلية وبصورة أكثر عملية. دي أوضح إشارة على أنه هو النظرة التي ينظر بها السيد الرئيس للحوار الوطني. في كل المرات اللي تحدث فيها الرئيس عن الحوار الوطني كان كلام إيجابي. نتذكر جيدا أنه في آخر شهر 6 اللي فات لما المستشار محمود فوزي وقتها كان رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عرض طريق الحوار وما وصل إليه، الرئيس قال سوف أستجيب لكل ما يصل إلي في حدود صلاحياتي من توصيات. وبالتالي طبعا كنا نعلم جميعا أستاذ حسام أنه الحوار أرسل أكثر من نصف يعني التوصيات المطلوبة في اللجان والمحاور والقضايا المختلفة. هناك قضايا لم تناقش حتى الآن أو نقشت لكن لم يتم الوصول يعني لم تكتمل جلساتها، وبالتالي العدد كان ضخم كمان 70 قضية تقريبا على مدار أكثر من 90 جلسة يعني كتير الذي انتهى وتم مناقشته أكثر من 60%. ما بقي جلسات حوالي 40% تقريبا، لكن طبعا هي جلسات ربائية فيها جزء مهم جدا، بعضها متعلق بالأحزاب، بعضها متعلق بمشكلة الديون ومشكلة الأسعار والتضخم وقضايا في الزراعة والصناعة، وفي جزء رفع بالفعل السيد الرئيس، وكما علمت هو موجود بالفعل، تم احالته للجهات المختصه لتحويله الى قرارات تنفيذيه او تشريعات في الحدود المتاحه طبقا لصلاحيات السيد الرئيس. ده فيما يتعلق بالتوقيت، وبالتالي التوقيت اتصور هو سيكون قريبا ان شاء الله، لكن لا املك وقتا محددا. واتصور ايضا انه سيعود بشكل اكثر فعاليه بالفعل، يعني الاستفادة من أجواء الجيدة التي تمخض عنها الحوار وأشاعها في المشهد السياسي المصري. أظن أستاذ حسام أنه هناك ما يشبه الاتفاق بين المتابعين والمراقبين أنه ما كان يمكن أن نصل للمشهد الانتخابي العظيم في انتخابات الرئاسة وهذه المشاركة من الأحزاب والإقبال الكبير لولا الأجواء التي مهد لها الحوار الوطني. هذا هو السياق الطبيعي. لم يكن لدينا حوار سياسي بمعنى المفهوم، كانت لدى مصر تحديات كثيرة خصوصا من الإرهاب والأزمة الاقتصادية الطاحنة في مرات كثيرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق الحوار أشاع روح كبيرة جدا في المجتمع السياسي المصري، عزل أو شكل مزيدا من العزلة أو طاقم العزلة على المتطرفين والإرهابيين، وهم دول الفئة الوحيدة اللي هي غير مسموح لها بالمشاركة في الحوار. الحوار مفتوح لكل القوى السياسية التي تؤمن بالقانون وبالدستور وبالدولة المدنية، وفيما على ذلك لا. وبالتالي عودة الحوار كمان بتهيألي يا أستاذ عماد، أنا عذر البقاء، إنه في أجندة كمان من التشريعات
يعني احنا منتظرين برضو النقاشات حولها. يعني عندنا الاستكمال قانون الإدارة المحلية، في حاجات كمان مجتمعية كتيرة، قوانين الأحوال الشخصية، الكد والسعاية، الوصاية، يعني النفقة، يعني في حاجات كتير قوي تناقش فيها، مستنيين نشوف مخرجاتها بقى. يعني أنا كمواطن كمان عايز أشوف هتطلعوا بإيه في الآخر. أنا أتفق معك تماما، لكن للتوضيح هذه معظم المشروعات التي تحدثت عنها الحوار الوطني أنهاها وقال فيها توصيات وأرسلها للسيد الرئيس، وبعضها يفترض أنه سيجد طريقه للبرلمان لمناقشته طبقا للدستور. ده كويس. قانون الوصاية، قانون الوصاية بالفعل كان هناك حسم فيه، وهو إنصاف الأم المعيلة، يعني أو الأم اللي هي الوالدة لما يموت الابن، لما يموت الزوج هي تبقى الوصية رقم واحد. فيما يتعلق بقوانين الأسرة معظمها فيما يتعلق بالعنف الأسري حسم أيضا. قضية الإدارة المحلية رفع بالفعل، وفي توصيات، وكان في توافق على أن يبقى فيه قائمة مغلقة زائد جزء نسبي قليل، ولكن هناك أيضا قوانين أخرى لم تحسم حتى الآن، زي قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بانتخابات النواب والشيوخ، وده موضوع مهم للغاية، لأنه في ثلاث اقتراحات لم تحسم أيهما هي الكفة الفاصلة، وترك الأمر للسيد الرئيس ليحسم الأمر. وبالتالي أنا أظن أن الفترة الجاية سيكون هناك الإدارة المحلية برضو خلص ولا لسه؟ الإدارة المحلية خلص كتوصيات، توصيات ورفع بالفعل، وهناك توافق كامل بين كل الأحزاب والقوى السياسية المصرية اللي حضرت هذه الجلسات، كانت في منتهى الأهمية. وأنا أظن أنه هو يعني سيكون له حظ من الصدور ربما في هذا الفصل التشريع، تمهيدا بالطبع للانتخابات المحلية اللي متوقفة من 2010 تقريبا. بالضبط. هو عشان الناس تبقى فاهمة، هو الحوار الوطني بيرفع توصياته للسيد الرئيس، والسيد الرئيس بيحول الجهات المختصة سواء كبرلمان أو جهات تشريعية، جهات تنفيذية أو كده. الحوار الوطني كان يضم عدد يضم ممثلين لكل القوى السياسية والاجتماعية في مصر، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كل الناس تناقشت، تبادلت الآراء والأفكار، ثم وصلوا إلى توصيات معينة، مجموعة من التوصيات. التوصيات بترفع للسيد الرئيس، ما هو في صلاحيات الرئيس من قرارات تنفيذية يحوله الحكومة لإصدارها في صورة قرارات وإجراءات، ما هو في سلطة البرلمان، السيد الرئيس يحوله إلى البرلمان ليناقشه ويصدره في هيئة تشريعات طبقا لي يعني سياق النقاش. هذه هي الآلية الطبيعية في الحوار الوطني، لكن الحوار الوطني، وهذه نقطة شديدة أهمية، لا يأخذ إطلاقا دور الحكومة كسلطة تنفيذية أو البرلمان كسلطة تشريعية. طيب أستاذ عماد، برضو عايز استفيد بوجود حضرتك معانا لو سمحت لي برضو. يعني الأيام دي احنا شايفين تحديات خارجية بتضاف كمان للتحديات الأصل الموجودة، والناس بدأت تتابع المشهد يعني بشكل فيه كده ريبة وقلق، كما يحدث في البحر الأحمر من أكتر من جهة، في أكتر من اتجاه، وفي أكثر من دولة. يمكن حضرتك فاهم قصدي، والتطورات حتى في القرن الأفريقي داخل علينا هو جديد، السودان الوضع بيزداد اشتعالا، برضو في غزة احنا شايفين اتجاه للتصعيد فيما يبدو، وحضرتك صحح لي، انه محاولة استفزاز الكل لحرب إقليمية واسعة. يعني الحديث عن فيلادلفيا، وبعديها الحديث عن ما حدث في بيروت، ما حدث في إيران، يعني حاسين كده انه في شيء ما بيدبر وبيطبخ في هذه الأثناء، وممكن يودينا كلنا في حتة تانية مختلفة. ايه رأي حضرتك يا فندم في هذه الجزئية، وأيضا أعتقد هتبقى مسؤولية كبيرة على الحوار الوطني كمان؟ نعم أخي الكريم، للتوضيح برضو، كان هناك توافق تقريبا في بداية الحوار الوطني قبل أن يبدأ الحوار بشكله المعروف في المناقشات المبدئية لمجلس الأمناء، هل يتم مناقشة القضايا الخارجية الكبرى أم لا؟ كان هناك رأي أن النقاش في هذه القضايا يستلزم أولا وجود معلومات كاملة بالظبط في هذا الأمر، وبالتالي بعض هذه النقاشات إذا كانت نقاشات معمقة قد تعرض بعض الضرر للأمن القومي المصري طبعا. وبالتالي وسرية المعلومات أيضا وعدم الإدلاء بأي تصريح يضر. وبالتالي جرى التوافق على أن هذه القضايا تهم، يعني
في حوزة الرئاسة والخارجية والأجهزة المعنية بهذا الأمر، وهم أمناء عليها أولا، وثانيا قد يكون النقاش العلني مضر السياق الثاني دلوقتي، هل هناك آلية مختلفة لنقاش حول هذه القضايا دون أن يسبب ضرر للأمن القومي المصري؟ هذا موضوع قابل للنقاش والجدل، بحيث أن احنا نشوف ما هي الطريقة المثلى، لأنه أنا ظني أن النقاش بالفعل دائر. الإعلام المصري يؤدي دورا عظيما في هذا الموضوع في قضية غزة تحديدا، وكان له دور مهم جدا في توعية الرأي العام وتبصيره بالحقائق والمعلومات والأخبار والتحليل، وده اللي خلى كمان الشعب المصري يبقى عنده موقف واضح، هو الموقف الفطري موجود، لكن هذا الدور اللي لعبه الإعلام أنا أظن أنه كان في منتهى الأهمية. وبالتالي حينما يعود الحوار الوطني للانعقاد أظن أنه قد يبدأ في التفكير في هذا الأمر، سواء بالاستمرار في الطريقة القديمة أو الطريقة الجديدة.